ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ازيكم يا حبايبنا؟ النهاردة هنبقى جاهز الترابيزة وحط الحاجة الساعة في الكوبايات وأروق الدنيا ونجي نجهز جوه. عاملين النهاردة تحدي على فراخ مشوية، وهي النهاردة عاملة الفراخ المشوية ديت على ايه؟ متضايقة ليه عاملة؟ لأن كنا كل شوية جمعة كنا عاملين المرة اللي فاتت فراخ مشوية، وأول امبارح برضك طلب منها فراخ مشوية، والنهاردة قلت عاملين فراخ مشوية. طلب أنا وسمير بقى بالإجبار، هي عاملاها ومتضايقه كل شويه فراخ مشويه، فانا هطلع النهارده هعيب لها في الاكل واخلي بقى بشوف هتعمل ايه. هي دلوقتي بتجهز، وايه كل ما ايه كل ما هي بتتضايق بتقعد تاكل، بتحط همها اكلها وخلاص بتقعد تاكل كتير. ما نشوف بقى يحصل ايه. انا دلوقتي بجهز، فما نشوف بقى هتعمل ايه، ولا هتضايق فيها النهارده بقى هيبقى ايه، هتاكل ولا هتعيط ولا ايه، الترابيزه هتتقلب ولا ايه. خليكم معانا للاخر ونشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء مساء حلوين على قناتنا المنورين. احنا الناس الجامدين، احنا الناس الروشين. دلوقتي عاملين تحدي النهارده. ايه قولي انت؟ عاملين على فراخ مشويه ورز بسمتي. والله انا زهقت من عمال الفراخ المشويه دي، انا كنت عامله تحدي عليها من يومين وطلبوها تاني علشان كان طعمها حلو، بس المره دي على رز بسمتي بقى. والنهارده احنا طالبين، والله طالبين على سمير فراخ مشويه على بسرعه. برضه هنعمل تحدي على قد ايه بقى؟ هنخلص الاول. لا عايزين وقت، انا 10 دقايق. هات البتاع، ما تجيب التليفون صحيح. لا اللي يخلص الاول. ماشي. انا مكسره ما اجيب التليفون. اللي يخلص الاول، اللي يخلص الاول. انا جعانه كده كده، اخلص بسرعه. ماشي يلا بقى. هو شغال؟ اه يلا نبدا التحدي. انا مش شايفه شغال ولا مش شغال، والله انا مزغلله دماغي مصدعه. مش هيك بتاع كبير اهي. يلا نبدا بقى. ما حدش يقول لنا يا جماعه انتوا بتاكلوا فراخ على طول ما فيش لحمه، احنا اولادنا اصلا ما بيدوقوش اللحمه، ما بيدوقهاش، ما بيحبوهاش جدا عشان تيجي في سنانهم. هو حد قال يا ستي؟ يعني عشان تحدياتنا، وبعدين تحديات الفراخ بتبقى سهله قوي في التحديات عن اللحمه. ولادي بياكلوها مكرونه بشاميل وكفته، يعني اللحمه المفرومه بس. انا بحب الفراخ على النفس. انت بدات ليه؟ احنا لسه ما بداناش. ما بداناش ايه؟ استنى عشان احط لك دقيق بقى. دقيق شوكولاته؟ دقيق خشب. امزين لك الرز بقرفه خشب. دي شوكولاته بقى. نسيت اجيب البتاع الطماطم والخيار متقطعين. قوم هاتهم انت بقى. لا قوم هاتهم. يا مكسله والله، قوم هاتهم. مش عاوز. مش واخد منهم؟ لا. انا باكلهم في اساسا بره. بسم الله الرحمن الرحيم. الرز ده لما كنا طوي. مش طوي. مش مستوي ازاي يعني؟ نعرف. ده هي الرزاي سايبه بعضها يعني. هادئ حر. احنا بنعمل فيديو. ماشي احنا بنتكلم، احنا بنعمل اهو. ضيعنا. بنتكلم ازاي يعني؟ خلاص اقفل الفيديو بقى واتكلم. قبل الفيديو؟ اهو. مقفول. بجد الرز ده حلو. مفيش حبايه لازقه في الثانيه خالص، هيطير ازاي بقى؟ ما هو الرز ده بيبقى حبايه مش لازقه ببعضها، بس تكون ايه هادئ. حر. مش عارف انت عايز تقول ايه. شغل الفيديو. عيالك واكلين من شويه، انا محدش قال حدق ولا حر ولا كلام من ده. ما انا خايف اقوله لك. هي الفراخ ديت بيتها ولا ايه؟ ساعة كده. ساعة او. نص ساعة على النار دلوقتي. نص ساعة كده لا. انت هتعمل فيديو الفيديو ده شكله كده فيديو مميز. انا قلت لك اصلا ما نعملش فيديوهات، لان احنا لسه عاملين فرخه مشويه في البيت التحدي اللي فات. ماشي بنعمل فيديو يا ستي. لا الفراخ مش حلو. انا مش عارف امنتج الكلام ده كله يا سعد بقى. انت لو بتمنتج هتعرف المنتجه بتتعب قد ايه. خلاص اقفل الفيديو واتكلم بقى، ما ناكل من غير فيديو. من قبل الفيديو. الفراخ مش حلو. طب ده عظيم جميل وطعمها وريحتها جميل. ونفس الخلطه بتاعت الفرخه اللي فاتت بتاعت كل مره. بتحس ان هي لحمتها جامده. لا الرز مش حلو. جيب الفرخه؟ ده عايز شاكوش، الواحد يكسر يقطع فيها. شاكوش واجل. انت بتقطعها بيد واحده يعني؟ ما هو مش عايز اقطع بيد التانية، بس عشان اشغل الفيديو ولا بشغلوها. انتوا عاملين ايه تحت الفرخه كده؟ حطلنا ايه؟
لا مش وك اكل مش حلو. ليه ساعة؟ يا ست الفرخه ساقعه وتحسي شوفي محجره الواحد بيقعد يقطع فيها بايه ورز طريه طريه شوفي بتطلع اهي بتتفرفت اهي ورز الرز ده وحار وما بحبش الحار طريه بتتفرفت رز حار بتتفرفت انت جايب حته من تحت تقول ايه بتفرفت والرز بتعمله حار ده ما عملتوش حار والله حار وفي رزه جامده ورزه طريه ازاي يعني؟ نعم رزه جامده ورزاق مستوي. انت عامل الفرخه دي من غير نفس النهارده؟ انت قافل الكاميرا ولا انتش قافلها؟ انا قافلها. مش هينفع نفضح بعض على النت يعني. انا قافل الكاميرا. انت شايفها؟ والله دماغي مصدعه عشان كده هننزل دلوقتي مش شايفه. يا ست مقفوله ايه؟ انا باكل غصب عني والله. ما تاكلش يا ساعه. ما كنتش ايه ما انت بنعمل كده كده احنا كده كده مش عاملين فيديو. طيب. ما تاكلش. جوه بقى العيش والجبنه والحلاوه والحاجات التانية خير ربنا كتير في التلاجة عامل لك سندوتش يعني هو ده الاكل اللي هنا النهارده عامل ايه يعني؟ والله العظيم طعمه وريحته جميله ومستوي وجميل خالص ده بدعي معاك كده؟ ليه هي في ايه؟ هي نفس الفرخه بتاعتي بس دي سخنه ودي ساقعه معلش سخنتي بتاعتي وست بتاعتي هما الاثنين والله العظيم دي سخنه ودي ساقعه حبه حبه لا مش عاوز انت سددت نفس الواحد اصلا والاكل مش عارف الاكل عامل كده ما رضاش شيبسي بقى خلاص لا والله ما تاكل شيبسي بس لما كنا عاملين تحدي قدام الناس بقى انت عارف احنا بنعمل تحدي فالواحد بياكل ويسكت وخلاص لا انت ما شاء الله اسكت من قفل الكاميرا الفيديو ما بلاش فيديو النهارده خالص احسن احسن ما كانش يعمل ده صور طب احنا هنعمل ايه الوقت؟ هنتغدى ايه؟ انا اللي بغدى انت حر يعني اجيب لك سمين يقول لك الرز مش حلو سمين اللي غمقين من شويه ما قالوش هم ما قالوش عشان عايزين يروح يلعبوا لا يا ست انا اقوم اعمل لي سندوتشات اجيب عيش وجبنه يا ست ده انا فيديو بلا بتاع بقى ودي اكل ده وانتوا بتعملي ايه كل يوم عشان تعملي انت ده من الصبح بتعملي الاكل ده مش عارفه تطبخيه مش عارفه تطبخيه ولا ست ولا تطبخيه مفيش رز تاني جوه مفيش رز تاني جوه بكلمك مفيش رز شويه قولي ست مش عايزه تعملي فرخه ما تعمل ايه؟ تاني كده معلش وريني ما مش راضي ايه دي ان شاء الله مش راضي اتقطع ازاي يعني وريني مش راضي اتقطع دي انت طب شوفي دي ايه دي؟ وريني مش راضي اتقطع دي ما قطعتها كسرتها والله والله شوفي انت فايق ورايق يا سعد مش عارفه انت مالك النهارده بجد بجد الفرخه دي انت شاريها من امبارح وعينها لا شاريها من اسبوعين وعينها لا شاريها من امبارح شاريها من ثلاث اسابيع ثلاث اسابيع ازاي يعني؟ هي بيت اصلا هي بيت عايز اكل زي ما انت بتاكلي والله انا سميت الله وكلت الاكل عاجبني كول لا الاكل مش عاجبني انا هاكله وخلاص استغفر الله العظيم يا رب مطلوب من ست تجيب عيش ولا تجيب اي حاجه مش قايم انا حطيت الاكل واقفه من الصبح بطبخ فيه كله مش عاجبك قوم هات لنفسك عيش بقى انا ما بمشي عشان ازاي يعني هو الاكل مش حلو بسمتك الاكل عاجبك؟ ها؟ والله العظيم طعمه وريحته جميل طب كل انت ما بتاكليش ليه ما نبت ليه؟ انا بقول لك والله العظيم والله العظيم ما هو عاجبك عشان انت اللي طبخاه خليني ساكته بقى ساعد عشان قايم الموضوع ما اكبرش اطبخ ما اكبرش ازاي يعني؟ اه خليني ساكته بقى اسكت سيبني اكل بقى وانا ساكته طب ماشي انت بتتغدى احنا عايزين نتغدى نروح طب قوم هات عيش وجبنه ولا اي حاجه قول بس بقول لك ان امبارح بقول لك عملنا فراخ وقلنا الوضع عامل لنا فراخ مش عايز تعملها ما تعملش يا ستي قول لي مش مزاج اعمل ما دي فراخ بعملها كل مره اللي كنت عاملها في التحدي من كام يوم في الفيديو اللي فات بالمنظر ده هي هي نفس الخلطه مش مثلجه ولا ما تعرفش نظامها ايه عاملاها من امبارح على بيات ولا ما تعرفش نظامها ايه
انت انا عايز اكل. اكتر واحد جعان هعمل ايه يعني؟ استغفر الله العظيم يا رب. انت بتاكل اهو. انا جعان والله جعان. دلوقتي بس. اعرف لو الاكل مش عاجب الواحد يعني حتى لو هيموت من الجوع ما بياكلوش. الساعة 5 اقسم بالله دي فطارنا، وانت عارف دي فطار وغدي اهو. انا نفسي جعان قاطع جوع. طب خلاص سمي الله بقى الجوع. اكل ايه؟ ما هو الاكل مش حلو. الواحد لو جعان لو قدامه هياكل. ازاي يعني؟ انت عندك قرآن يعني ما تدشمم ولا مستطعم ولا ايه؟ يعني اجيب شويه رز من الشكاره واحطهم؟ بذمتك بوحيات ربنا قسما بالله ما شاء الله عليه. ازاي يعني؟ انا بحاول والله ما انا عارف اقول لك ايه. وانت بتاكله وخلاص. وانت حلو عاجبني. بس مش عاجبني اني. يعني احنا كنا عاملين تحدي، كنا هنعمل تحدي على رز كده اه والاكل دي كده. ما تقولي يا ستي جيبي عيش وبتاع. ما خلاص احنا موقفين الفيديو، واقفين خلاص، ما بقناش بنتصور اهو، خلاص ما بقناش عامل فيديو. ما تجيبي بقى الاكل ده عيش. هو انا قاعد اصلا عشان الفيديو شغال ولا مش شغال؟ هو اصلا ده كلام يتقال قدام الفيديو ولا قدام الناس؟ طب تقوم تجيب لي اكل، سيبك خلاص من الاكل. مش لا الاكل ده انا مش عاجبك قوم كل بقى بقى بره في الصاله. اكل ايه في الصاله؟ تاكل جنبي هنا بقى. ناخد الاكل ونطلع بره. انا مش هاكل بقى الاكل ده، انا هقعد اخلصه انا دلوقتي. هخلص الاكل كله؟ اه. ازاي يعني؟ زي الناس. طب ما انا عرفت انت هتخلص ايه؟ انا لو سبتك كنت كده هتخلص ايه؟ انا كده ازاي يعني؟ ايه ده انت كده اصلا؟ انت بتخلص الاكل لما كل دقيقه بتخلص الاكل. خلاص ما عادش دقيقه، انا خلصت الاكل. ازاي يعني؟ انت عارف ان انا بفضل اكل وانا مش حاسه اني شبعت ولا لا؟ طالما متضايقه خلاص ما تضايقنيش، انا ما خلصتلكوش الاكل. طب احنا عايزين ناكل. انا باكل دلوقتي، ما انا مش حاسه ان كنت انا باكل وبشبع ولا ما بشبعش، وانت عارف كده. ماشي من الاكل. بس انا دلوقتي باكل اللي حاسه بجوع ولا حاسه بشبع؟ انا مش فارق معايا الاكل، بس باكل من غزو ومن دقيقتي. بس قسما بالله هو طعمه جميل. وعامل لك قناه طبخ احلى. ما انا فين الطبخ؟ الناس مش شايفه بقى، احنا بناكلينه وخلاص. والله انا عاملاها قبل كده على القناه زمان، الناس جربتها وكانت وحشه. كان زمان هو غزوها. هو الناس ما بتاكلش زي ما بقى؟ هم اكيد بيعملوها نفس الطريقه. ما حدش بيعمل زي الطريقه. احنا هناكل في يومنا اللي مش هيعدي ده، مش هناكل. انا مش عارف اكل الاكل ده. انت طب بقى هتري بقى كده كل اللي بقى. مش انت بتحب البيبسي؟ اه قضاها بيبسي. والله والله خلاص نجيب بسكوت بقى. يبقى انا فيه بسكوت بقى، ناكل بسكوت بقى وخلاص. هتفطم على بسكوت وحاجه ساعه. ماشي دعوه بيها بقى ساعه. نشرب الحاجه الساعه وخلاص. دي بتاعتي، ما انتش واخدها يا سامي. لا مش هشربها دي. بطل لعب في الريموت عشان ما تخسرهوش. ما هو فاصل اصلا، والموقف فاصلتها خلاص. هبطل لعب في الريموت عشان انا مش حنتوش عشان ما يبصش. اطلع اقول للناس حد اقول لهم ايه؟ اقول لهم عملنا الرز وبتاع ما استوش؟ ما انا خايف اقلب بالفرخه. لا ما استويتش. والله ما انا عارف. نغا النغا نزلت تلعب. لازم النغا. اه. ما تيجي اجيبك سماعه الكلمتين اللي بتقولهم لي. هقول لك اكل حلو ولا مش حلو. وننزل نلعب. لا يا ستي انا هجيب عيش وجبنه. تعالى بقى ما اعمل فراخ واعمل رز واعمل. انتوا اللي طالبين الحاجات دي بالاسم، هتيجي تقول له امك عيش وجبنه؟ ازاي يعني؟ ما هو استواش. الاكل ما استواش. طب كده ما هو ما استوى؟ ها؟ ما تحلم ما بتحلفش ليه؟ لا انت عارف ما بحلفش على الاكل. روح ناكل وخلاص. يلا اعتبره واحد راح مطعم واشتري اكل هيسيبه هياكل حتى لو وحش. لا والله لو شاري اكل برضه مش عاجبه هيسيبه. شايفاك بتاكل يعني مش سايبه. هعمل ايه يعني؟
نفضل من عارف ما بحكش وتنرفزني بقى ساعه. انت بتجيب نفس الاكل ازاي يعني؟ ودايما انت ليك نفس كده بتاكل برضه. انا جعان بقى. وهذا القرقشه ده عشان انا بحبها. شوف كيفك عامله ازاي؟ يا شيخ حرام والله حرام عليك. خلاص كل يا ستي يلا عشان نقف اكل معاك وخلاص. لا ما تاكلش والله تبقى غلطان لو كانت. اعمل ايه يعني؟ عينك واكلين من شوية واكلين الرز واكلين المناب بتاعهم واكلين قايلين حلو وجميل. اشمعنى انت اللي طالع تعيش فيها بقى؟ خدي 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 الرز بتاعك كده دوي كده. نعم نفس الحلة يعني. والله ما انا عارف بس بلحق ازاي انت كده. انا ما رضيتش بس ارد ايدك. ما هي نفس الحلة. والله ما انا عارف بس تتعامل ازاي وتاكل ازاي كده. والله ما انا عارف. معلش بس تاكل طعمها حلو قوي. متنرفزنيش متنرفزنيش يا سعد عشان خلاص انا قاعده ساكته من ساعتها وخلاص. مش شايفه كده متنرفزت وقمت يعني. مش هقول عشان عارفه انها طعمها حلو مش هقول. لو طعمهم وحش اقول لك معلش يا سعد المره الجايه والمره الجايه انما طعمها حلو. مش اللي عاملاها لازم تقول طعمها حلو. مش هاخد ناخد دوري دي عشان جعان. على فكره الفيديو شغال من اول ما اشتغل ما فصلتوش خالص. انا والله ما انا شايفه عليهم زغلوله جامد. شغال ازاي يعني؟ انا كل دول طلعوا للناس ازاي بقى؟ خلاص انت بتعمل في كلمه مفيش حاجه هتنفع تتمنش في كل ده. عارف انا عامل في كلمه ده الاكل طعمه جميل. مقلب ازاي؟ احنا مش متفقين مفيش مقلب منا ولا ايه؟ ما انا قلت بقى كل يوم كل شويه اطلع فيديو 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 كده ساكتين. قلت بقى ما اشوف بقى رد فعلك على الكاميرا. المفروض بقى كنت اتعصبت وقلت حاجه؟ عادي هو الفيديو هيطلع زي ما طلع هتلاقي بس بشدة المنتجة هتلاقي عامل مقدمة بس بأمانة عليك ما تمسح أي حاجة في الفيديو. ازاي يعني كله كلام مش عاجبني؟ أنا ما بعدين أطلع قدام الناس طول ما أنت بتزعق فيها وأنا عمالة باكل. ما هو مقلب يا ست. أنت عارفة الأكل بتاعي مهم إن أنا عمال آكل طعمه لذيذ. عاجبك يعني؟ جميل والله. طب ما انت شويك طالما عاجبك سيبها ما تمدش ايدك على حاجه طالما مش عاجبك بقى ولا تكمل ولا دي كمان. والله الاكل طعمه جميل. طب ماشي ما تاكلش. انا عمال اضايق فيكي عمال اضايق فيكي. انا المفروض اللي متضايق بتعيط وكده وكده. انا ما انا هطلع قدام الناس متضايقه وباكل؟ وحته الاستفزاز على الاكل دي بالذات انا قلت لك بلاش منها لان انت عارف ان انا ما بتضايق بفضل اكل بحط غلي في الاكل. مقلب 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 خفيف كده من نوع ولا مقلب يا ساده. مشكلتها بقى ان هي بقى ممكن مضايقها الواحد لما تضايق على الاكل وجوزها هي وجوزها بالشكل وكيل على الاكل بتقوم بص بس اكل وتقوم لا دي بتاكل ولو سبتها خلص الاكل وممكن تجيب تاني. بس طلعت في المقلب مش عاجبني. ماشي انا بحق انت عاجبك بس انت اللي بدات بالمقالب. سؤال سؤال انت اللي بدات بالمقالب. سؤال سؤال هو عاجبك مش عاجبك احنا بنعمل القناه ونطلع على القناه يطلع ما كانش فيه بقى عاجبك مش عاجبك خلاص هو دي كده. هو اللي بدا المقالب. احنا متفقين احنا متفقين مفيش مقالب مع الوقت خالص. هو اللي بدا المقالب. استنوا مني مقلب بقى في قريب. والله العظيم بس مش هقول لكم هو ايه. والله هو هيتفاجئ وانتوا هتتفاجئوا. والله يا جماعه بتعمل فراخ مشويه جميله. هي مش كده بتعمل فراخ مشويه جميله. انا مش مصدقه عشان هو بيشكر فيها على طول هو والعيال يعني حتى يقول على حاجه اول مره اعملها. هو حاجه عجباني النهارده ان مفيش عقاب لان انا اصلا كده كده ما كنتش عايزه اطلع واصور. بس احنا اتفقنا اهو نقفل الكاميرا عشان الشك. هو بيمتى حظك بقى. لا مش كل اللي يقول لك اعمل مقلب يا عم سعد انا بدات المقلب. هو اللي بدأ يا جماعة. مستنوا مني مقلب للتين بس همخمخله الأول. على فكرة هنقفل الكاميرا مفيش مش مشغلها أصلا. اه
والله ما انا شايفه شغاله ولا مش شغاله. يعني الكل يضحك عليك برضه. عينيا مصدعه والله، عينيا فوضى جامد مش انا برضه. انا كبده بجد برضه، بس انا قلت ما راضيك عشان ما نشكيش. كبده ازاي؟ الكاميرا مقفوله اهي. والله جد انا بجد انت كاتب. انا قلت بقى باكل وخلاص عشان ما يحصلش شكل بعد ما نخلص. الكاميرا مقفوله. مش بقى. الله. نحمد ربنا يا سعد ان انت كنت بتنرفزني وانا باكل. انا كنت قلبت بشكل جامد. عشان كده انت بتحب تنرفزني وتنرفزني ساعة الاكل. عشان عارف ان بقفل بقي بالاكل. صراحة للقناة ولو عجبكم المقلب في مروة قولوا بصراحة. شوفوا وش احمر ازاي ده القميص اللي هي لابسه. والله العظيم انتوا ما تشوفوا من هنا اللي انا شايفه. شفت ربنا؟ شوف دعوتها. والله العظيم والله العظيم وشها ايه نار. لو بصيت من هنا ايه محيات كامل طماطم. شفت الطماطم نار. انا معاك تشوف لايك واشتراك ايه لو عجبكم الفيديو ومن ده كتير.